مشاهدينا، سعد الله أوقاتكم وأهلا بكم في نشرة الأخبار من قناة الجزائر. اختار الوزير الأول عبد الملك سلال ولاية طمن راس التي تجاور الشمال المالي المضطربة، ليؤكد أن الجزائر لن تفتح حدودها مع الدول التي تشكل تهديدا على أمنها واستقرارها. كما ألح الوزير الأول على ضرورة مضاعفة وتفعيل البرامج التنموية بالمناطق الحدودية. الجنوب الكبير للجزائر لطالما حاول البعض استغلاله كورقة ضغط على النظام الجزائري في ظل ما يشهده الوطن العربي من تحولات، لكن الحكومة ومن خلال الزيارات الميدانية لهذه الولايات تحاول الحفاظ على وحدة التراب الوطني من خلال دعم التنمية المحلية بها والإسراع في تنفيذ المشاريع المسطرة لذلك. احنا راغبين باش الجنوب يكون احسن من الشمال ويكون احسن من الشمال. هذا الربيع نتاع الاخوه هذا ما نعرف كيفاش يسميوهم، كيفاش ما مسكمش؟ قلنا لهم يا ولدي احنا البلاد هذه او شعب واحد، كلف انا رئيس الجمهوريه خصيصا بالجنوب، خصيصا بالجنوب، وحنا مانين كلمه الجنوب يدي قسطو، ولا كان لازم يدي اكثر من قسطو يديه. طمن راس وأدرار أولى أكبر الولايات الجزائرية مساحة، موقعهما الاستراتيجي جعلهما في واجهة الخطر الإرهابي القادم من شمال مالي، وما تعرفه منطقة الساحل من اضطرابات أمنية ما دفع بالوزير الأول إلى طلب الدعم من سكانها المرابطين على الحدود لمساندة قوات الجيش في الحفاظ على أمن البلاد. اليوم عندنا مشاكل مع جماعة القاعدة لعنهم الله، ولكن هذاك بالنسبه لنا ماهوش مشكل. هذا بالنا باللي سكان هذوك المناطق جزائريين ورجال وفحوله، ما يخليوش اي شيء يمس البلاد. عندنا قوه، ما نقولكش ما عندنا قوه، عندنا قوه كبيره، ولكن الامن تاعنا لازم يكون انتوما اللي تقوموا به. تخصيص ما يقارب 7000 مليار دينار لدفع عجلة التنمية بالولايتين وتشجيع الاستثمار المحلي للمساهمة في الاقتصاد الوطني وغيرها من الإجراءات اتخذتها الحكومة في انتظار عودة الأمن إلى دول الجوار، وبالتالي فتح الحدود من جديد لتعود الحركية التجارية في المنطقة لسابق عهدها. ومعنا عبد القادر خربوش الذي تابع زيارة الوزير الأول إلى أدرار وطمن راس. أهلا بك عبد القادر. مرحبا عبد القادر. ما الذي حملته تصريحات سلال فيما يخص أمن الحدود؟ وفي البداية عبد الملك سلال الوزير الأول بدأ من أدرار، بعث برسالة إلى أعيان المنطقة وخاصة برج باجي مختربة التي عرفت أحداث في الآونة الأخيرة، إلى ضرورة اللحمة وعدم ترك تلك الخلافات تشق من لحمة الجزائريين سواء كانوا عرب أو طوارق، لينتقل بعدها إلى طمن راس ويؤكد أو يعترف في البداية بوجود مشاكل مع تنظيم القاعدة في المنطقة، ولكن أعلن تحديه وتحدي الدولة لهذه الجماعات من خلال قوة الجيش على المناطق الحدودية، وكذلك من خلال طلب من أعيان المنطقة ومن سكان المنطقة الحدودية بالوقوف جنبا إلى جنب مع الجيش الجزائري من أجل التصدي لأي كان أي من يحاول زعزعة استقرار البلاد. طيب ماذا عن التنمية هناك؟ برامج تنمية، يعني زيارة الوزير الأول حملت برامج واعدة لهاتين الولايتين لدين يعدان من أكبر الولايات في الجزائر، فكان فيه غلاف مالي كبير للنهوض بالتنمية في الولايتين قدر بقرابة 7000 مليار دينار في كل القطاعات، فكان فيه حقيقة نية للنهوض بالتنمية في هاتين الولايتين. عبد القادر خربوش كنت معنا من قسم الأخبار، شكرا جزيلا لك.